كان نفسي اشتغل وابقى شاب واكون مستقبلي واتجوز، واتجوزت بس مش قادر في جوازي. لا مش مستريح في العيشة، العيشة نفسها. بس عايش مستور وخلاص، مش عاوز حاجة زيادة عن كده. لا ما انا جواز واتجوزت وشقة وعندي والحمد لله، عاوز اعيش مستور وخلاص، مش عاوز حاجة زيادة عن كده. ما ادينش لحد وما يجيش عليا فلوس لحد. انا نفسي اتجوز ونفسي في حاجات كتير، ربنا يريد بقى. وفي حد نفسه يعمل حاجة في الوقت ده؟ نفسك تعمل ايه؟ تتجوز؟ اه لا حشيش، لا اتجوز. اه ان انا ابقى قاعد في بلد كلها امن وامان، واجيب حق الناس اللي ماتت، بس ده اهم حاجه، ان تبقى في بلدنا في المجتمع يتوفر لي الامن والامان في البلد. والله احنا عايزين ناكل ونشرب. والله نفسي ان انا يبقى لي مكان اقعد فيه كويس، وعندي عيال. اه والله احلى. والله الواحد يبقى سعيد في عيشته. كان نفسي ان انا اعيش عيشة آدمية كمواطن مصري، يبقى عندي محل ورد. انا بقالي 40 سنة بتاع ورد، فعيب قوي ان انا في السن دوت ابقى واقف على الرصيف كده.